هادو البنات كنت خديتهم البارح من هذا من الماركت، جاب الله تفكرتهم عشي بناني صافي. هادو تما طابع طعم الزبده. شوف الدري عندي اش دارت لكم البنات بطعم الزبده. وهذا صافي ولا كريويستات يا شكرا. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ صحيح لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه ومزيانين ومرتاحين. ايوا الصباح هذا قررنا نجلسوا هنايا صبحات شويه الشميشه. خليكم معايا تعيشوا معنا الاجواء ديال هذا النهار. واو ثانك يو. شوفوا ولدي عطاني وريضه، شكرا. فمك كاع مشكلط. صافي هنا البنات سالينا الفطور، نجمع الطبيله. الجو متقلب واخا هكاك، هي الصيف الصراحه. انايا باش نكون معكم صريحه ما تعجبنيش ندوزو هنايا في هاد البلاد هادي. فصل الشتا قلت لكم داك المره كيكون غزال الجو زوين. عرفتي واحد الشميشه غزاله، درنا الحوايج هنايا ينشفوا صافي. غنجمع البنات قبل عاد نكون في الدنيا. الروح الدراري معاك يروحوا يتفرقصوا ويصيفوا. كما قلت لكم بنات الجو هنايا في فصل سميتو ديال الخريف والشتاء والربيع كيكون غزال، كنشوفو المناظر الخلابه. ولكن يا اختي الصيف، الصيف اختي ديال المغرب نكذب عليكم. والحويجات حطيتهم تما لانه اخر مره باختيار قال لك والو، دابا الماكينه راه كنت شفتو داك البيت الخزين حرموا علينا داك ولاد الحرام الله يلقى لهم. اختكم مغلغله حرموا عليا داك الماكينه كدير داك النشافه ديال الحوايج في داك البيت الخزين. ايوا باختي اخر مره قال لي ما كديش الحوايج وهذا هو اللي كيديهم. قال لي قبل كنتي حامله وموراها يلاه والده، اما دابا وليتي مخدماني ديما خصني نخدم. شوف الدري قالت تمرمغ تما. قال لي غنخرجها وغنديها. قلت لي لا خليها. قال لي لا غنهزها وغنردها. وفعلا هزها ودارها في واحد داك البيت ديال الخزين الفوق اللي كاين عندنا في حدا البيوت الفوق، حطها تما. صراحه مزيانه. قال لي حتى نقادو الكوزينو ديك الساعه نصايب لك بلاصتها، اما دابا غنطلع لك الفوق وتقادي المسائل ديالك فيها حداك. ايوا قلت لي صافي. وهنا درت البنات شوفوا زيت حازي في حياتي، خد شعري مزيان في الزيت اللي كنديرو لشعري، المعالج اللي كنعالج به الشعر ضد التساقط بت به. ايوا موراها تنسى لي شغالاتي ونضربها بواحد التدويشه. اهم في الامر انني بغيت نغسل الشراجم عرفتي ولاو حالتهم. قلت نبدا بالتحتانيين، ندير نهار وغدا نمسح داك الفوقانيين من برا، نطلع الفوق وندلى شويه ونمسحهم بالصابون وداك الشيء وبالتيد، عاد باش ديك الساعه نرش من التحت الفوق تتشوفوا من بعد شنو خدينا. طلع لي داك الرشاشه للفوق يعني غتجيني مزيانه. هذا ما كانوا نظمت الجريده، راكم شفتوا الدراري معاه كيلعبوا بالالعاب وكيشتوهم في كل مكان. والواعره يا البنات هنايا ناري، شحال حشمت ومرقت وما بقاش عندي الوجع اللي نهضر فيه. دخلت كنجري كنسقي في هذا الورد عرفتي ورشيت على الراجل. الراجل كاين اللي غيبان لكم. كنسقي في الورد وانا نرش عليه، راه كاس كيصايب تما اللي كتسمعوا ديما كيطبطب لينا على راسنا والله يشرش. المهم حبيباتي غسلت المواعن، المواعن يا اختي ما كيتقاداوش واعر تقال ما كيتقاداوش. عرفت منين كيخرجوا يا اختي؟ اول حاجه جبت عليه واحد النعيسه، موراها دوشت واحد التدويشه اللي درتهم شعري الظفره. انا كنفضل البنات منين كندوش كنبغي ندير طفيرات لشعري بحال هكا كنرتاح فيهم اكثر. كيف الله كندير طفيرات كما بحال ابتدائي. يلا غادي نمشي للطاقه. المهم البنات غادي نطيب العشاء اليوم ان شاء الله. تشهيت واحد الطويجين وكاين غنديرو بواحد الطريقه واخا شويه معرقله، ولكن تشهيت بهاد الطريقه. في غير البطاطا، جبت غير البطاطا هنايا تقريبا واحد 700 غرام بطاطا صافي. وبنجان الطنجره فين غادي ندير البطاطا غنوريكم شنو غادي ندير لها. هنا البنات البطاطا كنحيد لها الجلفه باش نسلقها بلا جلفه بلا والو. انا نسلقها هكا كنقطعها غير طريفات ونزيد عليها مليحه وندير لها الماء مغلي باش نخليها تسلق. واش شفتوا اختكم الفضيحه اللي دارت؟ كبيت على الراجل المويل عرفتي. قلت ليه سمح ليا، قلت ليه والله ما شفتك دابا منين كتقربي حدا العود تيتقارب حدا بعضياتو ما تيبانش شكوني كاين تما. قال لي لا لا عادي. قال لي راه نيت كاين الصاد مسكين. شفتوا
قبل ما نكمل العقد تاع صبعي مع هادي تهرست ليا شوف تهرست ليا هادي و يدي تزقلات ليا فهاد اللعيبه هادي شي بقى ليا. المهم هنا البنات غادي نوجد هذا الشيك ودولي غادي نوجد الدجاج في خيطه ديال الدجاج غادي نديرهم في الطنجره غادي نديرهم نيشان هنايا خيطات ديال الدجاج وحاولوا ديما الدجاج حيدوا منه داك الجلده راه عامره كوليسترول كنخليها انا في حالة فين غندير في الفران هي فين كنخليها غادي ندير التحماره التخليطه ديال الدجاج التخليطه ديال الدجاج غزاله البنات منعاودش ليكم فن صافي غادي نزيد هنايا شتي لو مسكين جبير فين مسكين جبير موقعش هنا البنات الدنجال غنشدو نديرو شرائح بحال هكايا يكون رقيق في نورمال خصني جوج دنجالات ولكن ماشي مشكل صافي جاني داكشي يلاه يلاه مع الطاجين اللي بقى ليا ديال البطاطا لانه شو البطاطا كثر راه عطيتها للدراري مسلوقه عطيتها للدراري عجباتهم وقلت لكم البنات اللي كيقولوا يا اسيا ماكي على المعان وما حنا راسك شري ماكينه راه غتسهل عليك راه غدير لك البنات راه قلتها لكم ديجا هذا هو المشكل راه ما نقدرش ناخذ ماكينه ديال المعان حتى نقادو الكوزينه لانه تحت الروبيني عندنا ديك المساحه ضيقه لانه بلاصه اللي كتفصل على بلاصه مضيقه يعني ما يمكنش ما غاديش تجي ماكينه غتجيني ماكينه صغيره كاين داك الصغيور يعني كيتباعوا ولكن اختي انا ما يكفينيش داك الصغيور خصني الكبيره واش تنقادو ان شاء الله كوزينه عا باش نقدروا نقادو يعني شي تقادي كوزينه زويته مع مليحه خلطوا مزيان هنا البنات غادي نقطع البطاطا طريفات وربع صغيرين بعدا راه داك الدم تحبس غسلت يديا و ديرونجاتني داك الليكا صافي البنات الدنجال دخلته للفران باش غير شويه يرطب ماشي يطيب عاوتاني راه حشطه غير كيتشوط داك في العوض ما غنديرو في الزيت درتو بهذه الطريقه صحي اكثر من داك الطريقه ديال تقليه في الزيت يجمع لك الزيوت في الفران راه كيجي رطب بحال البنات اللي كيبغيو يديروا زعلوك وداكشي راه في الفران تيطلع زوين غادي ندير مليحه صافي وغادي ندير عليه الماء راه غليت الماء شي سهل عليا القضيه وغادي نخلي البطاطا هي تسلق على خاطر شي ترطب ليا مزيان هنا البنات كنوجد الخلطه راه هنا ديجا درت الدجاج زدت عليه جلبانه نحت عليه جلبانه صافي وهنا البطاطا راه كطيب البطاطا كتسلق وهنايا البنات كنوجد الخلطه اللي غادي نديرها في هذا الطاجين مسكين كبير شويه ديال الخلطه ديال الدجاج غزاله هاد الخلطه شي فن كلها توابل عادية يعني توابل فريش فيها البزار فيها داكشي غير كيسهلو لك كيجمعوهم بك صافي هنا التحميرة سكينج هذا الخرقة مبقاش عندي سالة ايوا هنا واحد المعلقة كبيرة ديال نتاشا وهنا شوية الزيت شي لا لا نخلطو بحال هكا حيت هنا باش داكشي يلا يلا البطاطا هي تسلقات غادا ندير ليها الربع غادا ندير ليها التحميرة شويه البصل صافي وهنا غادي نبدا نعسف هادشي بحال هكايا نرفسو مزيان مزيان مزيان
مشوا البنات هنا صافي البطاطا من بعد ما تسلقات مع السودر مع التوابل، هنا كنبدا ندير كويورات بحال هكايا كنعجنهم باش غادي نشد داك الدنجال اللي طاب ليا، غادي نشدو غادي نبرمو نبرم البطاطا وسط منه، عرفتي كتطلع طريقه غزاله وبنينه، عرفتي كتطلع من السما خصوصا مع داك الخلطه اللي وجدتها في الطاجين كتطلع واعر ما نقولش لكم. صافي كنلوي على الطريقه كيما شفتوا الدنجال راه رطاب، يعني هذه طريقه زوينه وصحيه. عرفتي الدريه غدا قطعت البطاطا صافي بغات تسطى ما سخاش عجباتها، وعندي الدريه دواقه نري الدراري عشر عالم في هذا الاجيال هذا، والله لا ما كانت شي حاجه من السما وبنينه لك لواليك، زعما تقولي غنكبر ونعطي نصيفط لا ذاقوا عليك. البنات اللي كيسولوني على الطاجين كيقول لي اسيا شنو كيفاش صدق لك، ديما تنبغي نقول لكم صدق واعر صراحه، لا الكولر تبدل ولا ولا سميتو صدا ولا حتى شي حاجه اينوكس صراحه فعلا طلع زوين. البنات شوفوا اش غندير، غنهز الماء من هنايا ندير هذا الدجاج هذا، وغنحط الدجاج ديالي هنا في الماء باش يجي غنحركها مزيان بحال هكايا غنطفي عليها من الفوق. البنات شوفوا داكشي كيجا ثقيل حتى داك الدجاجات تقيتهم بالبلول صافي، دابا غنسد عليه ونخليه يطيب على خاطر يكمل طيابو. بعدا عاودت عليه شي كيجي واعر البنات، نسد عليه شويه كي كتفلي علينا اويلي 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 كبيز فينا هو. جيب لي مع في الخبز، جابوا لي من الخدمه غسالها انت شوف بحال ديال الدار شي شوف جينا البنات ديال بيتا شوفوا هذا الخبز كبير تيجي لي معك خبز من الخدمه غير ما نديرهاش كيما هذا عرفتي البنات على ديناش ورطب وغزال في الشيش الله. بعدا ساليت العشاء وداكشي باش تصنط العظام ارتاحيت. البنات غنوريكم واحد الكريم اللي البنات كيسولوني اسيا بارطاجي معنا كريم مرطيب وداكشي، الكريم اللي كنرطب به الدجاج ديالي والكريم اللي كنقومي به الدجاج ديالي وسط الحمام، شي حاجه اللي واعره يعني كنستعملها، وغادي نقول لكم منين تقدروا تشريوهم زغزالين. المهم البنات ساليت الشغالات ساليت داكشي اللي خاصو، بعدا برد قلبي اليوم شحال من حاجه كملت داكشي اللي خصو يتكمل. وقبل ما غنسد الفيديو غنوريكم الكريم ضروري غنوري لكم لانه عجبني، اي حاجه كتعجبني كنبغي نبارطاجيها معكم، شحال ديال كنستعملو ديما كنقول غنوري لكم غنوري لكم، وريتو لكم ديجا كنت صيفطو كادوات للعراق ولكن عمرني ما وريتو لكم انني انا كنستعملو، يعني شي حاجه اللي واعره وشحال من كنستعملو نقدر نقول لكم اول استعمال استعملته راه دازت عليه شي 7 سنين، شي حاجه اللي واعره الصراحه. المهم البنات كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل قلت لكم راه نقول لكم شنو الجديد وهذا، كما قلت لكم تواصلت مع واحد 11 ديجا ما كانش الفرصه انني باش نتواصل معاه لانه ما كان داكشي باقي بعيد وما كانش الفكره قريبه وهذا، كانت عندنا افكار وكانت مثلا ما وصلتش الوقيته باش نتشاور على هادشي. فكما قلت لكم البنات انايا كنت ضد انني يلاه بني وعلي، الفكره ديال بني وعلي كانت عندي منين كانت الوالده الله يرحمها بحيه، ولكن من بعد صافي تحيدت لي الفكره ما بقاش عندي داك الفكره ديال بني وعلي، بقاش عندي فكره فقط كنقول خصني كما قلت لكم دار فين تستقر فين تخبى فين تستر، هذا هو اهم حاجه. قلت لكم تكون عندك غير بيت وكوزينه ديالك راه مت، يكون عندك غير ستوديو صغير راك بخير لانه كتنعسي براحتك، واخا انا كنرتاح الصراحه مع الدار قلت لكم بخير، ولكن راكم بلاش فهمتوني دارك بوحدك تحطي حويجاتك وليداتك حتى هما تحط عليهم حويجاتهم وكلشي في امان الله تكوني مرتاحه مسنطه على دارك. مثلا بعض المرات
كطريت بغيت نخلي شي حاجه كنت كنقول لها نخلي لهم هما وكنضيق عليهم غادي نخليها لهم هنايا وهادي احسن رد معايا. فهذا هو البلان علاش بغيت داري بحال قبل ما تعجبك شي حاجه هنايا كتقولي ما بقيتيش بغيتي ديها هنايا تخليها هنايا ديها لهيك وغادر قادير. فقلت لكم الصراحه طاشرو ندوى معانا داكشي دوى معايا انايا وهو شرحت ليه صراحه داكشي اللي قال ليا باليا ضخم خلعني خاصك التوثيق وشحال من حاجه روين داكشي عرفتي زعما قاصح هو راه باش نرجع لكم الموضوع ديال الاختيار. المهم شحال من حاجه معقده وقال لي ما ننصحكش الصراحه واخا هو الخدمه ديالو الدومين ديالو قال لي ما ننصحكش. هذا قلت لكم راه حتى حمه في شاقور كيجينا من لا فامي مناسب مع شي ناس عندنا في الفامي قال لي ما ننصحكش داكشي فيه خباله بزاف وخص لي قابلهم وخاصك روينه وخاش عطي شي حد لي قابل لك يعني من غير عائلتك ضروري غتكون شويه لهذا تلقاي راسك واحد الخساره كبيره وسورتو البنات اللي جيتو منطقيا شكون اللي غتحل تخلي حاضر لك داكشي يعني راه مصيبه راه ما يمكنش شكون اللي غيحضر لك داكشي علاش مصاريف كاع الا خليتي شي حد مصاريف السيكوريتي والروينه الكحله ولا تخلي شي حد حاضر لك ماشي ما زويناش الصراحه. يعني زاد عطاني قناعه نصحني بزاف 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 عطاني بزاف النقط على الحروف وخا مسكين شديت ليه وقت وحي بقيت نسول فيه بزاف كتبت داكشي في ورقه واحد لا ليست بقيت نسول فيه عطاني قناعه الصراحه. فهذا قلتها ليه قال لي ها قلت لي دابا ويلي دابا هو المشكل هو اللي طيح لي الفكره وقال لي ها قلت لي ويلي على ها هذا اللي قلت لك ها قال لي شي راه ما يصلحش لك هادشي ها انتي سمعتي ولدك قلت لي ما يصلحش يا البنين. اما الحاجه الاخرى حاجه اخرى انا باغا نديرها ما تحبسنيش الله يرحم باك فصافي بقينا بحال هكا قالك بلاتي نفكر قلت لي فاش غتفكر اخويا اش ما غتفكر علاش ما غتفكر دابا عاوتاني تكلى لي الدماغ شويه وصافي فاش تفكر قال لك لا وحنا معايشين تما داك الفلوس اللي غنديرو بهم داكشي نديرو بهم شي حاجه اخرى وهادي بقينا كنهضروا في هادشي. قلت ليه الشريف الله يرحم باك انا هادشي من داك الحاجات اللي انا باغا نديرهم هادي راه حاجه اللي غادا تكون مزيانه ليا. فبقى كيهضر وداكشي بقى هو كيهضر داكشي اللي عنده في راسو قال داكشي هو اللي عنده انا قلت داكشي اللي عندي قال لك تنفكر قلت ليه فاش غتفكر راه ما كاينش شي حاجه غتصحك تفكر واش عام وحنا كنهضروا في هذا الموضوع مره كتجي لوكازيون كنهضروا فيه يلا طاح عليك التفكير دابا سبحان الله. ايوا حنا كننتظروا نشوفوا هادشي فين خرجنا دابا فاش نبغي يفكر قال لك زعما نفكر الدار واش هادشي مناسب واش ماشي مناسب قال لك انت حاجه كتمشي غير بالهوى نفسك الهوى ديالك شنو باغي ما كتشوفيش العواقب كاينش من عواقب ما كاين حتى شي عواقب شنو العواقب اللي غيكونوا. وانا قلت لكم البلاش كما قلت لكم فيديو قبل دغيا الهضره تقطعات معاك ساليت المواعين سالات معاهم الهضره انا البلاش ما دايرش هاد القضيه باش نستثمر فلوس لانه هذا غلط انا نشرح لكم هنا غلط. البنات اللي باغيين يديروا فلوسهم شي حاجه كيمشيو يشدوا فلوسهم كيخبيوهم مثلا في الذهب ولا كيخبيوهم في دار عقار ولا شي حاجه بحال هكذا غلط فادح. حاولوا ديما غير عرفوا راسكم داك الفلوس لمن شنو غديروا بهم فلوسك ديما استثمريهم ديروا بهم شي حاجه داك الفلوس كيتزادوا يعني بالحلال يعني بالخدمه وداك الشيء كيتزادوا. اما تشديهم وديرهم في الدار ولا داك الشيء داكشي انا كيجيني غلط نكتب عليك غلط في غلط. فانا البنات الا بغيت الدار بغيتها باش نجي ونستقر ونلقى راسي عندي واحد المكان فين نتخبى فيه ونحط فيه بعض لي زافير ديالي كما قلت لكم. ولكن مستقبل الحاج بنات عاوتاني مشاو للمستقبل راه هذا الشيء كيمرضكم ما تمشيش للمستقبل البعيد المستقبل القريب هو هذا انا اللي دويت عليه. المستقبل البعيد ديك الساعه وحي الله يعني الا بقينا حيين بنادم ديك الساعه يدير واحد الحاجه اللي تكون كافيه للفامي كبيره وداك الشيء. اما انا دابا بغيت غير داك فين نجلس في العطله ونزيد في حالي يعني اصلا راه ما تنجلسوش في الدار بزاف راه بنادم كيبقى يدور كدور هنا تخرج هنا تاكل هنا الماكله بنادم تيكلش في الدار خرج هنا زيد هنا سير هنا سير هنا دير هادي دير هادي هي النقطه دابا انا اللي غادا نرجع لها ماشي في الصالح ديالي ما كنت شي حاجه كبيره راه من اي حاجه كتوقع فيها خير ملي جيت نخطط نخمم مع راسي الا جيت ناخذ شي حاجه كبيره فلوس كاع غادي تضيعيهم في واحد العقار اللي انت ما غديري به والو غير حاطاه في نفس الوقت غتلقاي راسك انك ما كتستنتجيش من هاد الدار هادي شي حاجه غير حاطاها وصافي. الدار فقط غادي تكون داخل الفتره ديال العطله يعني العطله وخصوصا الدراري تيقراو دابا ما بقاش عندي الحريه حيت ارين بدا قرايه صارمه يعني العيب من هذا اللي غادي يدخل جديد ديال شهر 9 الجاي القرايه غتبدا قاصحه ما بقاش عندك الحق تغيبي ولا هذا. سمحوا لي بلات الكاميرا ديال التليفون كنشوف هنا راه العين هنايا كاين انا ولفت انا كنشوف وجهي باش نزار معكم براحتي.
ايه بعدا ما كلمناش، قلت لكم وان شاء الله قلت يخمم وانا نخمم. انا هذا هو التفكير اللي طاح ليا هادشي راه تناقشنا فيه البارح. التخمين اللي خممته وخممته هو انه كيبان ليا دويره صغيره نتصنت فيها بعد عامي ونمشي لها، غنبقى نطلبها كبيره غنستقى واحله. اول حاجه 14 قنعني من داك ديال البني. اوهوي اوهوي اوهوي. بالنسبه للدار، دار كبيره عاوتاني واحد المساحه اللي كبيره وتضيعي فلوس. دابا هو هادشي علاش بقاو كياكلوا لي في دماغك يقول لك لا وانت هي ما كتمشيش ديما تما وهادي. قلت له انت كتمشي لهاد ديما اللي باغي لك تشري الدار، انت ديما كتمشي لتما وباص. ايوا هذا ما كان البنات. المهم وزيدوا خليو لي الاراء ديالكم، كنجمع الافكار حتى من عندكم، قولوا لي بنا شنو بالكم. المهم هذا هو التفكير ديالي حاليا. غدا قالك عاد غنجاوبك باش نخمم مع راسي، دور السينتا مع راسو قالك نشوفوا شنو باغي يقول، وديك الساعه ان شاء الله نشوفوا يكون خير. المهم بلاش ان شاء الله بيا فراسكم بزاف بزاف. والجانب ديال البني راه حيدتو من بالي بصفه نهائيه، خصوصا بلاش بارطاجيو معايا الديور ديالهم اللي ما كاملش لا الدار اللي وحلات مع المشاكل داكشي ديال التسجيل والتحفيظ. عتي راه كوارث، عتي بنات صيفطوا لي داكشي الله يجازيكم بخير. بعدا خديت من عندكم معلومات، عتي راه بزاف د البنات، عتي راه كثر من 30 وحده اللي صيفطات ليا. كل وحده شنو مصيفطه ليا؟ كاين اللي مصيفطه ليا الاوديو ديال امها كتهضر قالت لي يا سلام بنتي اسيا الله يحفظكم والله يخلي لكم والديكم. اقتنعت صافي البني اوهوي، خصوصا الواحد ما ساكنش تما راه خايبه. مستقبلا الواحد يكبر بحال هكا نولي متقاعده، نكبر في اللاج بحال هكا نوصل واحد اللاج ونولي الغربه راه كطلع في الراس. بنادم راه كيبغي يستقر في بلادو، هذيك الساعه بنادم يشوف لي شي حاجه يبني. ديك الساعه جالس انايا كنترعد وجالسه كنشوف في البني ديالي كيتبنى، اما انا بعيده راه شويه قاصحه كنترعد وكنشوف داكشي. المهم حتى انا طرات شي حاجه تنوضي تشفت في عليهم وخا الصحه مشات، اما انا بعيده وداكشي قضيه شويه مشكله. ايوا دعوا معنا البنات الله يسخرنا عز عليا نضحك. البنات ديما كندخل لكم شويه الضحك في الفيديوهات. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، نشوفكم على خير البنات. بوسه لكم كاملين يا احلى عائله، شكرا لكم شتشي فشات، شكرا لكم بنات، السلام عليكم. والله بغيت نسد عليكم الفيديو وانا نتفكركم. بالنسبه للبنات منين كتساليو الدوش، بعدا نهضر لكم على الدوش. منين كتدوشوا البنات كتبغيو ضروري تقوميو لحمكم. باش كتقوميو قولي باش كتقومي؟ كنقومي انا البنات بهذا ديال سوب اند جلوري، شي حاجه اللي واعره، شي حاجه اللي واعره البنات طوب. شفتوا البنات قوماج ديال اللحم ديال الدات كامله، يعني من هنايا من العنق حتى للرجلين كنديرو كيبيض اللحم كيوحد داك اللون ديال بصح غزال 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 فن، شي حاجه اللي واعره. هنايا البنات هذا شي حاجه اللي واعر، هذا هو بحالو سوب اند كلوري، غتلقاو في بوتس البنات اللي باغينو، ماركه خطيره. هذا البنات زدتي يلاه عاود تخديتو مع سلاليه، هذا كنديرو باستمرار. هذا البنات كيبيض اللحم في نفس الوقت ريحتو زوينه وثقيل. شتو البنات كنديرو بحال هكايا، بعد ما راه نقدر ندهن به حتى يديا، كنكون جالسه كندهن به يديا مرطب. وكاين الاساس يعني كنديرو ملي كنسالي الدوش كيعطي واحد الاشراقه للذات اللحمه، كي الا كان ناشف كيدير لك واحد الاشراقه للذات، كيعطيك واحد الريحه زوينه في لحماك كتبقى شاده لك الريحه. وفي نفس الوقت كيرطب لك اللحم ديالك واحد الترطيب عميق، يعني هاد لاكام زوينه البنات، فيها هاد اللعيبات زوينين. هادي اللي كنصيفطها كادو العراق لعائلتي باختيار، طوب طوب طوب. الا بغيتيها كامله فيها بزاف، حتى الريسيت ديالهم واعره. انتما شوف الريسيت ديالهم هو اللي كناخدو حاليا انا، فين هو الريسيت؟ الريسيت ما كاينش هنايا. الريسيت ديالهم هو اللي كنديرو ديال سوب اند جلوري واعر، عرفتي كيطلع الشفر هكا. ابدا ما كان البنات تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، نشوفكم على خير، السلام عليكم.